مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ولها فسرارها تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. الدفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر.
واخيرا خلصت. خير؟ وش هنا؟ وش بتسوي؟ وداعا للكتب والدفاتر، وداعا للاقلام، اهلا بالرحلات والسهر. ان شاء الله تفرح الفرحه يوم يطلع النتائج. تطمن، هالمره انا ضامن النجاح. حويش، العبقريه نزلت عليك من السماء؟ لا، من ليالس عدالي بالاختبار. كيف يعني؟ يعني ليالس عدالي بالاختبار اشطر واحد بالمدرسه، ومن كثر شطارته تفيض منه ذبذبات، والقطها واعرف احل. ذبذبات؟ زين، بنشوف شطارتك يوم النتائج. قيفر، شويه شويه على الولد، تو مخلص امتحانات، خليه يرتاح شويه. خليه يرتاح يا اخي ويشوف حياته، قولي له يعطيني سيارتي. ما انا بطلع الحين بسير المكتبه، ويمكن ما بيع الغدا. سعد، تعرف ان حرمتك بتكمل 40؟ اعرف. زين، معناتها ازهب باقي الامور؟ اي امور؟ حولة حفيدي الاول، من بيت امه حبيت ابوه والحوض حبوته. سوي اللي تبيه يا ام، سوي اللي تبيه. وين سما؟ في المستشفى. حوش ورا باكر اليوم، بتصل بسيف وبقول لي لازم نكون كلنا مع بعض. ها حوش، لازم نعرف اللي حلنا من ورث ابونا ويدنا الله يرحمهم. بس يا ولدي، عمك عمره ما قصر معنا بشيء، واللي تطلبوه تحصلوه. ويش المانع ان نعرف؟ الدنيا ما منها امان. اليوم موجود، باكر ما بيكون موجود. سعد، انتو اولاد عمكم تربيتوا مثل الاخوان، وبتظلوا اخوان مهما صار. اتمنى. علامك تصدق كأنك لص. يمعوه؟ وش جايبنك هني؟ كيف؟ حيد المجمعات بسوات حالكل. وش جايبنك في هالوقت؟ وما حيد مسوي مواعيد حق الواحد. لا ولا قوة إلا بالله. يا العيار، قول كذي من الصبح. زين، لا منك فهمت. طار يا حبيبي، عرفنا على ربيعتها وبعدين اسير. لا تنسى انك زوج خالة اولاد عمي. يلا 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 روح.
وبهذا تكون حققت حلمك؟ أجهز لك مكتب محاماة فخم وتودعه علشان هذا؟ وليالس تحاول تهرب من الواقع بهالحلم. الواقع وراك وراك وين ما رحت، والواقع يقول إني أنا أبوك مهما كنت ومن ما كنت، والواقع يقول إن سما زوجتك ولازم تكون أم لأولادك. اسمعني زين، أنت لازم ترجع للواقع ولازم ترجع للمكتب وتشتغل فيه. اليوم سعد كان في مكتب الكاتب بالعدل، يعني سعد عرف كل شيء. جهز نفسك للمساءلة يا أستاذ. ما بتسلم من علي؟ الله يوفقكن، وإن شاء الله تطلع نتائجكن باللي يرضي طموحكن ويفرح أهاليكن. في الغرفة في شنطة ملابس، ما أعرف حال من فيكم. ما حال حد. أنت ما تقدر تخلي حلقك مسدود؟ ما ناقصني مشاكل. انتوا وين هلكتوني؟ واقفة في الشمس. ها؟ ليش واقفة في الشمس؟ لأن المشرفة طردتنا من السكن. يلا تعالوا بسرعة أرجوكم. الحين هذيلا إيش أخرهم؟ وهذه بتيجي وبتجيب الشنطة معاها وبتفضحني قدام أهلي. ملابسك لا تنسيها. ها؟ شوي شوي علي دار بيت ولدي، لا تكسره بعده جديد. يا عيني علي شمس سعد مفرفشة اليوم. بعدش ما شفتي شيء؟ صفدوا الليتات زين، كله عاد ولا الليتات. سمع بصلي في المطعم وشوفيهم ذهبوا العشاء ولا لا، ما يأذن المغرب وهم ما هني. لا تخافي بكونوا على الموعد. حشا كده استقبل اول حفيد. انتي بس يبيلي حفيدي الثاني وشوفي وش بسوي له. هلكتوني، قلت لكم البيت جديد. لا يا ست، لا الموضوع ما بيصير بدون اكيد مهم، ما ينفع اشرح لك بالتليفون. يوم بتوصل بقول لك كل شيء قبل على اشوف عنا. اترياك، مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي الوالد، ان شاء الله حليت مشكلتك مع يارك. الحمد لله. الحمد لله.
إلا ما قلت لي إيش كان سبب المشكلة. ماشي يا ولدي، كان سوء تفاهم بسيط وحلينا المشكلة. أنا ذلك لو سمحت. نعم. ما قلت لي وش اسمك؟ قاسم، اسمي قاسم. انت بعدك هني؟ انا قلت عاد صرت تجيب حرمتك وولدك. قالت لي شمي عن باكر؟ هي قالت، بس ما قالت حوش. ركبي معي، ابى اعرف وش اللي مستوي بينش وبين جيفر. امي بروحها، بس يرى ساعدها عن اذنك. باكر يا دياب، انت لين متى بتم زعلان مني؟ إذا يرضيك الحين بتصل بخالي وأقول له أني غيرت رأيي وما بتنازل له عن البيت. طلال قول لي وش اللي يرضيك؟ تعرفوا وش اللي يرضيني؟ وش دخل؟ إن شاء الله. أيوة سعيد، وينكم؟ نحن في الطريق الحين، يعني 10 دقائق ونكون معكم إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. الوالدة مسويت لنا مهرجان في البيت، مو حفلة.
عصران عفواد عصران أوديش المستشفى؟ لا يا بنتي ما يحتاج. اتصلي بسعد شوفي وين وصل. حفيدي والدي وصلوا. سما اتصلي فخوش شوفي حواش تأخر. ان شاء الله. بعدهم ما وصلوا؟ خير؟ وش مستوي؟ ما أعرف سعد ما يرد أخاف مستوي له شيء. إنزين اتصل في جيفر وخليه يصير يشوفه. جيفر؟ هذا سعد. أيوة سعد حوش ما ترد. عفوا من معي؟ انا اخته. انا اسف اخبرك الاخ سعد عمل حادث ونقلوه الى مستشفى صحار. Thank you.
الشاك في العملية. بس سكتة ولدة. يا جماعة محتاجين دم إذا أحد عنده استعداد يتبرع. للأسف الغرغرينة وصلت لساقة، وكل ما تأخرنا الخطر يزيد. يعني ماشي حل ثاني غير البتر؟ سمع، أنت الدكتورة تعرف الجواب. بس أنا ما أقدر أخذ القرار بنفسي. العملية لازم تنعمل بأسرع وقت، لأنه مثل ما قلت الخطر يزيد. الألم يقتل. عمتي لازم توافقي، لازم توافقي عشان تنقذي سعد. هذه هي الحرب القديمة الجديدة.
ناس تموت وناس بين البينين، لا هي حية ولا هي ميتة. يا الله يا الله. خلاص يا شيء، ذكري يلا، ذكري يلا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إليم ماما، حياها الله. بس إيش الصياح؟ بس إيش؟ بس الصياح. والدي تقطعت ريوله وزوجته وولده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. صفية، 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 هذه وين صارت؟ وينش انت يا صاف الليالي؟ وش تقولي؟ زين زين، توي هاي توي هاي. أبو فهد، يا فهد، أوبا. كيف سعد؟ ترو رجله وزوجته ولده. لا حول ولا قوة. سعد بعد ما يدري أخوك يا سليم، أخوك. هذا أمر الله يا أمي، أمر الله. لا أحد يخبره عن صوته وولده. مين يقدر يخبره؟ ولده اللي ما شفناه غير يوم فقدناه. وش ما خليتوني معه؟ سما قالت انه بخير، حتى وهو راقد يوم يصحى بنوديش عنده. تو انت ارتاح. يلا يلا. ما برتاح، ابو ولدي موسى. Mmm.
سلامتك اخوي. الحمد لله على سلامتك اخوي. كنت محظوظ كان سعد. حالته النفسية صعبة ولا يتقبل الأمر بسهولة، من الأفضل ما يزوروا ناس كثيرين. أيوة يا دكتور، بس يونسوه يذكروه بحالته وعجزه لحد ما يرضى بأمر الواقع ويتقبل الأمر. على ذنكم. يلسى عنده ما بفارقه، أنا بروح البيت برتاح شوي بطمن أمي وبروح لها. بتصل بكم اطمن عليها. لازم تتصلوا بهلسوكة سعد، لازم.